احد يعرف الاسامي. وين راحت سالفه الشبات اللي كنت بقوله؟ ترى اسمها شبات عربيه مو انجليزي. اصبر خل بعلم. اول مره اسافر على الطياره زين انا واثنين من سن الطياره. ايه حلو. انا واثنين من العيال قالوا بنروح للدوله الفلانيه اللي هي اسمها هذه. ايه رح اعلم ثم لا قبل الدوله هذه نبي ترانزيت فالدوله الفلانيه. اوكي ترانزيت انا في راسي يا ريدي لا ما بدوله بيتزا على انها محافظه. حلو يعني مدينه محافظه شيء على 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 انها في راسي انا يوم قالوا الدوله الفلانيه بناخذ فيها بنروح لترانزيت مدري ايش يقول ترانزيت ترانزيت اكثر من خط رحله. ايه لا هي استقرار او شيء بعد مطار تخصصي بتهرج بعد لا من خط رحله اكثر من خط رحله لا هي استقرار نقطه توقف نقطه توقف فقط محطة. رحله لها مسار من مسار المسار نقطه توقف ممكن ما بتوقف الا يومين يمكن يومين توقف ما هو يومين لا في لو توقف سنه توقف لا لا اسمه مسار اسمه مسار رحله خلاص تجيني وتكي عندي ثلاث ايام دقيقه اسمه مسار حجي مسار رحله من هنا مثلا لاندونيسيا هذا مسار رحله خله يلا لحظه حجزت حج متكامل انت من جده للرياض وبعد اسبوع للدمام حجز واحد ايش يسمى ترانزيت ها ترانزيت يسمى ترانزيت بس ترانزيت كويت طيب ان شاء الله ترانزيت كويت خلاص ترانزيت كويت انت في كل لا ابو سحاب ما عديك فايده ما انت اللي ناقش كذا ابو سحاب لا خطا على 200 ريال على 200 ريال على 400000 تعال ناقش تعال ناقش خلنا نقول سالفه يا طيب يا رب مسخن مسخن اللي يوكل اسمع ترفع صوتك لا ترفع صوتك اسمع لا عدش ترفع صوتك ابو سحاب في النقاش خليك طيب يا ابو بيان طيب اسمع هاي المهم قال بناخذ ترانزيت فالدوله الفلانيه خليك معي قال بناخذ ترانزيت فالدوله الفلانيه انا في راسي ان ترانزيت ذا محافظه بسكوتي لا محافظه المهم رحنا للديره هذه واخذنا فيها ترانزيت وحنا في الفندق زي طيل العمر طلعت وقبلت انت راح الحاكم مكان لا ما وقبلت لي رجال سعودي المهم سولف انا وياه قال المهم ما ادري ايش جاب الطياره قلت والله يا طويل العمر قال لا 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 الحين ما خذه قالت انتم بعد وين بتروحون بعد الدوله هذه؟ قلت بنروح لا الدوله الثانيه زين قال انت وين بتروحون بعد الدوله هذه؟ قلت احنا جايين هنا بناخذ يومين او ثلاث ايام بنطلع الدوله اللي نبيها. المهم قمت اخذ واعطي معه كلام قلت يا طويل العمر احنا قاعدين في ترانزيت هنا يومين عارفين قماش قلت احنا اخذين قلت احنا قاعدين في ترانزيت هنا يومين قلت العيال يمدحونها يا طويل العمر بناخذ في ترانزيت هنا يومين طيب حلو وبعدين بنطلع من ترانزيت هذا ونروح للدوله هذه قاعد اضحك والله يا رجل اني ما اعرفه اعرفه لكن السعودي وقابلته اخوي قلت قالت من وين؟ انا من اول ما معلم اني من الفيفا قلت الرياض اللي في الفيفا الدوالي يقول احنا من الرياض لا 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 انا صريح لا انا صريح بس ما سالني هو ما سالني انا قلت اسولف قالت من وين؟ يقول قلت يا طويل العمر من عفيف قال عفيف قلت قال اول مره اسمعها لكن واضح من اهلها لا كله الناس كلها مثقفه بس لا مو مثقفه الناس كلها مثقفه انا محمد انا شرنج على اللي ساكن في مكه ويلعب بالملايين انا يسافر لاوروبا ولا يعرف كلمه نيش او كوميشن ميك اب يقول له ميك اب انا وجهي ليش حق الحريري ماذا ميك اب ولا ميك اب ولا حق الحريري مسح اذن الاذن انا قررت والله صادق بعد انا وياك بنروح ترانزيت بناخذ فيها يومين على خشم